معلومات للأشخاص في مراكز الاستقبال الأولية. من يستطيع أن يسجل كعاطل عن العمل؟ يمكنك أن تسجل كعاطل عن العمل عند مكتب العمل إذا لم تكن تعمل بعد وكنت تبحث عن عمل، إذا كنت خاضع للتأمينات الاجتماعية الإلزامية أي أكثر من عمل صغير. أن يكون مسموح لك بالعمل ويخبرك بذلك مكتب العمل. ما الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه من مكتب العمل؟ ستعرف ذلك في الفيديو رقم 4. إذا كانت لديك أسئلة أو بحاجة إلى مساعدة، نحن نقدم لك المساعدة والدعم. من خلال الموقع الإلكتروني المسجل بالأسفل يمكنك إيجاد مساعدة ضمن منطقتك.